السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم مجددا في درس من دروس الرياضيات. درسنا اليوم هو التناسبية الرقمية. من خلال هذا الدرس سنتعرف على وضعية التناسبية وكيف التمييز بين وضعيات متناسبة وأخرى غير متناسبة، وكيفية ملء جدول بأعداد متناسبة وحساب معامل التناسب، وفي الأخير سنتعرف على التمثيل الميداني لوضعيات التناسبية. أول أمر سنقوم بالتعرف على التناسبية. أول ما سنبدأ به في هذه التناسبية هو جدول التناسبية. سنأخذ مثال عند المربع. كما تعرفون بأن المربع هو مضلع رباعي أو هو متوازي الأضلاع، جميع أضلاعه متقايسة. يعني إذا أخذنا ضلع هذا المربع طول قياسه أ، واضح؟ إذن هنا عندي جدول. قم بقراءة بسيطة أو سريعة للجدول. هذا الجدول يتكون من سطران. السطر الأول طول ضلع مربع بالسنتيمتر، وفي كل حالة عندنا يعني ماذا؟ طول ضلع مربع 1 سنتيمتر أو 2 سنتيمتر أو 3 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، 5 سنتيمتر. السطر الثاني المطلوب تحديد محيط بسنتيمتر لكل قياس الذي يقابله من السطر الأول. إذا لملء هذا الجدول نحتاج إلى خاصية ماذا؟ خاصية المحيط. سبق لنا أن تعرفنا عن خاصية المحيط. إذا محيط المربع هو جداء طول الضلع في 4. إذا كان طول الضلع أ، إذا أ في 4. إذا نقوم بملء الجدول. سنبدأ بالحالة الأولى، إذا كان طول ضلع المربع 1 سنتيمتر، إذا سنقوم بتطبيق القاعدة. يعني 1 سنتيمتر ماذا؟ يعني هذا القياس الذي عندنا أ تساوي 1 سنتيمتر، إذا أ في 4 يعني 1 في 4 تساوي 4 سنتيمتر، واضح؟ ننتقل للحالة الثانية، إذا كان طول الضلع 2 سنتيمتر، 2 سنتيمتر سوف بكل بساطة سنضرب 2 في 4، نستعمل نفس القاعدة 4 في 2. ثم سوف نأخذ المربع الثالث الذي قياس ضلعه 3 سنتيمتر، يعني هذا الضلع 3 سنتيمتر، إذا 3 سنتيمتر في الضلع الأول، إذا جميع الأضلاع تكون بنفس القياس 3 3 3، إذا 3 في 4 و 3 في 4 تساوي 12. الضلع الرابع 4 أو المربع الرابع طول ضلعه 4 سنتيمتر، يعني 4 في 4 16. وأخيرا إذا كان طول قياس ضلع 5 سنتيمتر فإن المحيط الذي يناسبه 20 سنتيمتر. الآن سأخذ هذا الجدول ونرى كيف يتم الانتقال من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني. واضح؟ يعني ماذا؟ يعني انتقال من 1 إلى العدد الذي يقابله من السطر الثاني الذي هو 4، ومن 2 إلى 8، ومن 3 إلى 12، ومن 4 إلى 16، ومن 5 إلى 20. إذن كيف انتقلنا من الأعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني؟ يعني من 1 إلى العدد الذي يقابله في السطر الثاني، من 1 إلى 4 مثلا. إذن نلاحظ بأن العدد ماذا؟ تضاعف. يعني ما معنى تضاعف؟ إذا ضربناه في ماذا؟ في عدد. لاحظوا هنا، إذن ما هو العدد الذي ضربنا فيه 1؟ هو 4، وهنا ضربنا في 4، هنا ضربنا في 4، هنا ضربنا في 4، وهنا ضرب، يعني جميع أعداد السطر الأول ضربناها في 4، ضربناها في 4، يعني في نفس العدد، لم نغير، يعني لم نضرب مثلا 3 في 5 أو 3 في 7، إذن جميع أعداد السطر الأول ضربناها في نفس العدد حتى حصلنا على أعداد السطر الأعداد التي تقابلها في السطر الثاني. إذن في هذه الحالة نقول أن الجدول يحقق أو يعبر عن مفهوم جديد هو التناسب، والعدد 4 يسمى بمعامل تناسب. هذا العدد أقول نفس العدد حتى إن وجدنا مثلا اختلاف واحد بسيط واحد في جدول، لا يمكن أن نتكلم عن مفهوم التناسب. واضح؟ إذن هنا معامل التناسب، يعني انتقال من السطر الأول إلى السطر الثاني نضرب فيه معامل التناسب. قاعدة يمكن أن نستخلص، نقول أن معطيات جدول تحقق وضعية تناسبية إذا كانت جميع أعداد أحد السطرين، يعني الأول أو الثاني، نحصل عليها بضرب جميع
عدد سطري الآخر في نفس العدد، وهذا العدد ماذا سميناه به؟ معامل تناسب. سنأخذ مثال لكي نوضح أكثر. مثلا عندي جدول، لكي نتعرف عن هذا الجدول هل يحقق لوضعية تناسبية أم لا، إذا ماذا سنفعل؟ سنتحقق بالبحث هل هناك معامل التناسب، هل هناك، لكي ننتقل من السطر الأول إلى السطر الثاني، هل ضربنا في نفس العدد أو العكس. واضح؟ إذا مثلا هنا من 7 إلى 21، إذا ما هو العدد اللي ضربنا فيه؟ إذا لكي نجد العدد الذي ضربنا انتقل من 7 إلى 21، ماذا سنفعل؟ سنقوم بقسمة السطر الثاني على السطر الأول. واضح؟ إذا سنقسم 21 على 7، كم سيعطينا الخارج؟ هو 3. 12 على 4 يساوي 3. 16.2 على 5.4 يساوي 3. 33 على 11 يساوي 3. و7.5 على 2.5 يساوي 3. يعني إذا قسمنا جميع أعداد السطر الثاني على الأعداد التي تقابلها في السطر الأول، سنحصل على نفس الخارج، يعني 21 على 7 تساوي 12 على 4 تساوي 16.2 على 5.4 تساوي 33 على 11 وتساوي 7.5 على 2.5. يعني هذه الأعداد أو الكتابة الكسرية التي يمكن أنا هي كلها متساوية لأنها تعطيني نفس العدد الذي هو ماذا؟ هو 3. يعني الانتقال من السطر الأول إلى السطر الثاني سوف نضرب في 3. 3 كيف حصلنا عليه؟ بقسمة جميع أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول. إذا نسمي العدد 3 هو معامل التناسب. يعني هذه القاعدة مهمة جدا يجب أن لا ننساها. سنرى التناسبية بشكل آخر على شكل ميديان. عندما نتكلم عن الميديان، إذا سنبدأ ببعض الدروس التي رأيتموها في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي، مثلا السنة الأولى والسنة الثانية، تكلمتم عن الشبكة، عن القن، عن العقدة، عن المسار، كيف أنتقل مثلا إلى نقطة إلى نقطة. يعني كل هذه الدروس وظفناها للحصول على ميديان. إذا هنا عندي شبكة، مثلا هنا يمكن هذه النقطة تسمى عقدة أو نقطة عند إحداثيات، عندها أفاصيل وعندها أراتي. هذه الشبكة سأحدد لها هذه النقطة تسمى بماذا؟ بأصل المعلم. واضح؟ إحداثيتها هي صفر صفر. النقطة O هي أصل المعلم، يعني أفصول إحداثياتها صفر صفر. إذن هذا الخط الأفقي، واضح؟ وهذا الخط العمودي هما يحددان لماذا؟ الميديان أو المعلم الذي سأشتغل عليه. إذن هنا عندي شبكة لم أغير شيء. إذن هذا الخط الأفقي يسمى بمحور الأفاصيل، وهنا الخط العمودي يسمى بمحور الأراتي. الآن لاحظوا هنا هذه الشبكة عندي مقسمة إلى تربيعات. لاحظوا هذه التربيعات الأفقية، يعني من هذه النقطة إلى هنا سأعتبرها التدريج التي أنتقل أو الوحدة التي سأنتقل بها. إذا مثلا هنا الأفاصيل سوف أضع الأعداد التي تمثل الأفاصيل، مثلا هنا 1 2 3 انتقلنا ب 1 4 5 6 يمكن أن نكمل. واضح؟ يعني كل تربيعة تمثل واحد، كل تربيعة تمثل واحد. يمكن أن نقسم الأراتي بشكل مختلف، يعني نحافظ فقط على المسافة التي أختار. يعني كل تربيعة ماذا تمثل؟ يعني الوحدة التي أنتقل بها. مثلا هنا أخذ من التربيعة الأولى إلى التربيعة الثانية، يعني كم أخذت من تربيعتان؟ 2 وأعطيتها 4، يعني كل تربيعة بكم أنتقل به؟ 2. إذا 0 هنا 2 ب 4، هنا 6، هنا 8 ب 10، 12. ويمكن أن هنا انتقلت بماذا؟ الأراتيب انتقلت ب2، والأفاصيل انتقلت بماذا؟ ب1. الآن سأخذ نقط، نقطة A، نقطة B، نقطة C، والنقطة D. أريد أن أضع هذه النقط على هذه الشبكة، يعني سأحدد إحداثية هذه النقط على الشبكة. نقطة A أفصولها 2 وأرتبها 4، دائما العدد الأول يمثل الأفصول والعدد الثاني يمثل الأرتب. واضح؟ يعني ما نقول أفصولها سأبحث عن محور الأفاصيل، أين هي 2؟ الاثنان هنا. واضح؟ سوف أذهب 2 هنا. إذن 1 2، وأصعد بكم في الأراتب؟ كم بكم سأصعد به؟
أربعة، ولا ننسى بأن عندنا كل تربيع فيه اثنان، إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة، لاحظوا هنا المسار الذي اتخذته هو أربعة، واضح؟ وسأذهب اثنان هنا، واحد اثنان، أنا كل تربيعها فيها واحد. حصلت على ماذا؟ حصلت على نقطة أ. النقطة أ إحداثيتها اثنان أربعة، يعني أفصولها اثنان وأرطوبها أربعة، واضح؟ النقطة الثانية ب، أفصولها أربعة وأرطوبها ماذا؟ أرطوبها ثمانية. هنا نصعد بماذا؟ كل تربيعها فيها اثنان، كم تربيع سآخذ؟ أربعة، يعني أربعة في اثنان ستعطيني حتى ماذا؟ ثمانية. هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة، نحن ننتقل كل تربيع فيها اثنان، وصلنا إلى هنا، وهنا سوف أذهب بكم بتربيع بأربعة تربيعات لكي أصل هنا. النقطة الثانية، لاحظ هنا أربعة والأفصول والأرطب هو ثمانية، النقطة ب أفصولها أربعة وأرطبها ثمانية. هذا الدرس هو الدرس للسنة الثانية على ما أظن في السنة في التعليم الابتدائي، نفس الشيء لن نغير. سأخذ النقطة الخامسة الثالثة، أفصولها خمسة وأرطوبها عشرة، إذا سوف أصعد من هنا حتى الأرطوب عشرة. لاحظوا هنا أخذت ماذا؟ خمس تربيعات، وكل تربيعة فيها اثنان، يعني فأنني سأضع عشر تربيعات، سأذهب هنا عشرة، واضح؟ حصلت على نقطة سي. ثم النقطة الأخيرة، أفصولها ستة وأرطوبها 12، نقطة دي. هنا يعني النقطة أ، هنا النقطة ب، النقطة سي، والنقطة دي، واضح؟ ولا ننسى هناك نقطة أفصولها صفر وأرطوبها صفر، أفصولها صفر وأرطوبها صفر. الآن ماذا سأفعل؟ سأزيل الشبكة، واضح؟ الشبكة التي أعانتنا أو ساعدتنا لرسم هذه النقاط، ماذا سأفعل؟ سأزيلها. ماذا بقي لي؟ بقي لي مبيان. إذا مبيان ما هو إلا تمديد للدروس التي استعملنا معلمات خانة أو معلمات عقدة، لم نغير شيء. إذا أزلنا الشبكة، هذه المسافة فقط سوف نحترمها نحن، مثلا إذا كانت عند المستقيم، إذا أردنا أن نرسم المبيان نحافظ على الوحدة التي نستعمل. إذا تدريجات المستقيم المدرج الذي سوف آخذه هنا، أحترم التدريج، يعني في كل وحدة القياس الذي سآخذه كوحدة أحترم فقط. إذا هنا مثلا خذ مثلا 1 سنتيمتر، يعني كل سنتيمتر هنا واحد، هنا 2 سنتيمتر، هنا 3 سنتيمتر، 4 سنتيمتر إلى آخره، يعني أحترم فقط تقسيم الوحدة. الآن نلاحظ المبيان التالي. إذا هذا المبيان يتكون من ماذا؟ رسمنا عليه مجموعة من النقط، نقطة أ، نقطة ب، ونقطة سي، ونقطة دي، ونقطة أو التي تمثل أصل المعلم. إذا هذه النقط كيف هي؟ إذا هي نقط، أنا أراها نقط، كيف هي؟ لاحظوا هنا نقط مستقيمية. إذا سنتأكد إن كانت نقط مستقيمية برسم ماذا؟ برسم مستقيم. إذا رسمنا مستقيم مرة من جميع النقاط، فيمكن أن نقول عن هذه النقاط هي نقاط مستقيمية. لاحظوا هنا رسمنا مستقيم يمر من النقطة O، يمر من النقطة A، يمر من النقطة B، يمر من النقطة C، ويمر من النقطة D. إذن كل النقاط هي مستقيمية مع النقطة O، والنقطة O سميناها بأصل المعلم. إذن جميع النقاط هي مستقيمية مع أصل المعلم. إذا في هذه الحالة نقول أن جدول أو المبيان التالي يحدد لي وضعية تناسبية. لكي نتأكد أكثر سوف نقوم بنقل معطيات معلومات أو معلمات النقاط الخضراء في الجدول التالي، يعني إحداثية النقاط التي رأينا سننقلها على الجدول. إذا سأعيد رسم المبيان، أصل المعلم نقطة O، الأفاصيل 2 4 5 6، ثم رتيب 4 8 10 12. كنا النقطة الأولى أفصولها، يعني معلمتها معلمة النقطة الأولى 2 و 4، ثم النقطة الثانية 4 8، النقطة الثالثة 5 10، والنقطة الأخيرة 6 12، يعني أفصولها 6 وأرطوبها 12.
إذا أردنا أن نتأكد أن هذا المستقيم، هذه النقاط هل هي مستقيمة أم لا، رسمنا مستقيم وقلنا بأن هذه النقاط هي كلها تنتمي إلى المستقيم الذي يمر من أصل الملان. الآن إذا أردنا أن ننقل هذه النقاط على جدول، جدول سوف نحتاج جدول يتكون من سطران، السطر الأول سيمثل لي النقاط الأفاصيل، السطر الثاني سيمثل لي النقاط التي والأعداد التي تمثل لي الأراتيب، يعني 0 2 4 5 6، والسطر الثاني 0 4 8 10 12، يعني 2 تناسب 4 و 4 تناسب 8 و 5 تناسب 10 و 6 تناسب 12 و 0 يناسب الصفر. واضح؟ هنا نلاحظ جيدا الجدول، الجدول عندي 0 يناسب 0 2 4 4 8 و 5 10 و 6 12. إذن كيف انتقلنا من السطر الأول إلى السطر الثاني؟ لاحظ هنا انتقال من السطر الأول إلى السطر الثاني، ضربنا كذلك في نفس العدد، وما هو هذا العدد؟ هو 2، يعني هذا الجدول يحقق لي وضعية تناسبية. إذا نلاحظ أن جميع النقط مستقيمية مع أصل المعلم، إذا نقول هذا المبيان يحقق لي وضعية تناسبية، تأكد كذلك باستعمال جدول، ورأينا بأن جدول يحقق لي كذلك وضعية تناسبية. إذا سنرى عندنا مبيان أصله أصل المعلم هو O، إذا النقاط التي تحدد لي الأفاصيل 2 4 5 7، والنقاط التي تنتمي إلى محور الأراتيب هي 2 4 6 و 7. الآن سوف أرسم النقاط، النقطة الأولى هي أفصلها 2 وأرتبها 2، النقطة الثانية أفصلها 4 وأرتبها 4، النقطة الثالثة أفصلها 5 وأرتبها 6، والنقطة الأخيرة أفصلها 7 وأرتبها 7. إذا الآن ماذا سنفعل؟ يجب أن نتأكد هل هذه النقاط هي نقاط مستقيمة. لكي نتكلم عن نقاط مستقيمة يجب أن تنتمي إلى نفس المستقيم. إذا قمنا بتسطير المستقيم، هنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن جميع النقاط المبيان من غير مستقيمية مع أصل المعلم. لماذا؟ لأن هناك نقطة لا تنتمي لهذا المستقيم، يعني إذا كانت نقطة واحدة فقط خارج المستقيم يعني غير مستقيمية، إذا نقول أن هذا المبيان لا يحقق لي وضعية تناسبية، وضعية التناسبية واضح؟ فقط إذا كانت حالة واحدة يعني نقطة واحدة لا تنتمي إلى المستقيم الذي يمر من أصل المعلم، لا يمكن أن نتكلم عن التناسب. إذا نتعرف على التناسبية من خلال المبيان عندما تكون جميع النقط مستقيمية مع أصل المعلم، واضح؟ كما رأينا هذه النقط كلها نقط مستقيمية مع أصل المعلم، إذا في هذه الحالة نقول بأن المبيان يحقق لوضعية تناسبية. الآن سنتعرف على الرابع المتناسب. لتحديد الرابع المتناسب أخذنا مثال، عندي فاكهة البرتقال، قمت بشراء أو اشتريت 3 كيلوغرامات من البرتقال بثمن 15 درهما، يعني ماذا؟ مثلا ذهبت عند الفكهاني وطلبت منه أن يعطيك 3 كيلوغرامات من البرتقال، طلب مقابل هذه الكمية 15 درهما. إذن هنا السؤال الذي سيطرح أو يطرح نفسه، ماذا سيدور في ذهنك الآن؟ إذن ما هو ماذا؟ سنحدد مالها، ما هو المبلغ الذي ستؤديه عند شرائك كيلوغرام واحد من البرتقال؟ يعني إذا أردت أن تحدد ثمن أي كمية يجب أن تبحث عن ثمن الكيلوغرام الواحد، يعني كم هو ثمن كيلوغرام واحد؟ يعني إذا عرفنا واحد يمكن أن نعرف ثمن 5 كيلوغرامات من البرتقال، 10 كيلوغرامات من البرتقال، 8 كيلوغرامات من البرتقال، أو أي كمية أردنا شراؤها. إذا الإجابة عن هذا السؤال استعنا ب جدول تناسبي. ده هذا الجدول يتكون من 4 خانات، واضح؟ أضفت خانة فقط لكتابة معطياتهم. السطر الأول من هذا الجدول يحدد لي كتلة البرتقال بالكيلوغرام، والسطر الثاني الثمن بالدرهم. إذا سنعود إلى المسألة التي عندنا اشتريت ماذا؟ كمية البرتقال التي اشتريت هي 3 كيلوغرامات، يعني كتلة البرتقال بالكيلوغرام هي 3، واضح؟ والثمن الذي يقابل هذه الكمية هو
15 يعني يناسب 3 تناسب 15. إذن هنا المطلوب منا تحديد الثمن الذي يناسب ماذا؟ كيلوغرام واحد. سأبحث عن العدد الذي ينقصني هنا. لاحظوا عندي سنحسب هذا الأعداد التي عندنا في الجدول، واحد اثنان ثلاثة، وأبحث عن العدد الرابع. إذن لكي يصبح لهذا الجدول يحقق لي وضعية تناسبية يجب أن أبحث عن العدد الرابع، لهذا سمي بالرابع المتناسب. واضح؟ الرابع المتناسب لكي يصبح جدول يوضح لي أي يحدد لي وضعية تناسبية. إذن هنا لكي أبحث عن الرابع المتناسب يجب أن أعرف كيف انتقلنا من السطر الأول إلى السطر الثاني، يعني سأبحث عن ماذا؟ عن معامل التناسب. حسن، إذا لتحديد وضعية التناسب أبحث عن معامل التناسب. معامل التناسب لكي أحدد معامل التناسب ماذا سأفعل؟ سوف أقوم بقسمة عدد السطر الثاني على عدد السطر الأول، العدد الذي يقابله في السطر الأول، يعني سوف أقسم 15 على 3، و15 إذا قسمناها على 3 ماذا ستعطيني؟ 5، يعني معامل التناسب ما هو؟ هو خارج 15 على 3 يعني هو 5. واضح؟ إذا انتقال من السطر الأول إلى السطر الثاني ماذا سنفعل؟ سنضرب في معامل التناسب الذي هو 5. إذا 3 في 5 تعطينا 15، يعني الآن يمكن أن أعرف في ماذا؟ سأضرب 1، 1 في 5 سيعطيني الرابع المتناسب، يعني علامة استفهام تمثل لي العدد الذي أبحث عنه، وماذا على ماذا أبحث عن الرابع المتناسب؟ يعني الرابع المتناسب هو 5. واضح؟ 1 في 5 تساوي 5، أو 5 يمكن أن نقوم بعملية عكسية، 5 قسمة 5 تساوي 1، و 15 قسمة 5 تساوي 3. إذن هنا بصفة عامة يمكن أن نحدد كتعريف للرابع المتناسب. إذن قيمة العدد N بالجدول أسفل والتي تمكننا من الحصول على جدول التناسبية تسمى بالرابع المتناسب، يعني العدد الذي ينقصني في جدول والعدد الذي أبحث أو الرابع الذي أبحث العدد الرابع الذي أبحثه هو يسمى بالرابع المتناسب. لاحظوا عندي جدول يتكون من أربعة خانات، سأعطي مثلا الخانة الأولى A، أي عدد يمثل A، B و C، وأعطي القيمة العدد الذي أبحث عنه بM، يعني M هو ما سيمثل الرابع المتناسب. واضح؟ الآن قلنا خارج A على B ماذا تساوي؟ سيساوي خارج C على M، يعني إذا كان جدول يحقق لوضعية تناسبية فإن هذا الخارج يل A إذا قسمنا A على B يساوي خارج يل C على M، يعني هذان العددان الكسريان متساويان، A على B يساوي C على M. سأذكر بالمثال الذي يعني إذا قسمنا 15 على 3 تساوي 5، وإذا قسمنا 5 على 1 تساوي 5، يعني إذا قسمنا جميع أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول سيعطيني نفس الخارج، أو قسمنا أحد السطر الأول على السطر الثاني سيعطيني نفس العدد. واضح؟ الآن عندي متساوية لتحديد حد الطرفين المتساوية، مثلا عندما أبحث عن العدد A ماذا سأفعل؟ سأضرب البسط الأول في المقام الثاني والمقام الأول في البسط الثالث. إذا A في N تساوي B في C، A في N تساوي B في C. واضح؟ الآن دائما أبحث على ماذا؟ عن العدد M، و M عندي هنا M في A، يعني إذا أردنا أن نبحث عن M سوف أقوم بعملية عكسية، إذا الضرب سوف يصبح لي قسمة. إذا هنا لكي أحرك A للطرف الآخر سوف أغير كذلك العملية، ستصبح لي ماذا؟ القسمة، يعني C فوا B قسمة A. إذا M يساوي B فوا C قسمة A. واضح؟ إذا هنا إذا أردنا أن نبحث عن العدد M بصفات عامة كيفما كان، إذا أول أمر ماذا؟ سأضرب C فوا B، واضح؟ وأقسم على العدد التالي الذي بقي لي. واضح؟ العدد هنا الأعداد المتعاكسة هنا، لاحظوا في هذا السهم الأعداد المتعاكسة هنا C فوا B قسمة A لكي تعطينا ماذا؟ M. هنا سأقوم بإعطاء مثال آخر. عرفنا كيف حددنا العدد الرابع المتناسب، مثلا سأعطي مثال آخر، إذا كان A هو الرابع الذي أو العدد الرابع الذي أو الرابع المتناسب الذي أبحث عنه،
والعدد الذي ينقصني، يعني سأبحث عن أ لإيجاد أ. ماذا سأفعل؟ سأضرب سي فوا بي، لاحظونا بهذه الطريقة، وأقسم على العدد الثالث. مثلا سأغير المثال، إذا أردت أن أبحث عن بي، إذا ماذا سأفعل؟ سأضرب إم فوا أ قسمة سي. واضح؟ هذه الطريقة تمكنني من ملء جدول الرابع المتناسب بأي طريقة، يعني بأي سواء كان عندي هذه الخانة فارغة أو هذه أو هذه أو هذه، يمكن أن أستعين بهذه الطريقة لملء جدول التناسب. الآن سوف ننتقل إلى نشاط التطبيق. في هذا النشاط هنا طلب منا تحديد جدول الأعداد المتناسبة من بين جدولين التاليين. إذن عندنا جدول الأول وجدول الثاني. إذن هنا عندي جدول أريد أن أقوم بدراسته لكي أتحقق هل فعلا هذا الجدول يمثل الوضعية المتنادية للتناسبية أم لا. إذن لتحقيق من ذلك ماذا سنفعل؟ سنأخذ أعداد السطر الثاني ونقسمها على أعداد التي تقابلها في السطر الأول للبحث عن ماذا؟ هل هناك معامل تناسب؟ يعني هل سأجد نفس العدد؟ عندما نتكلم عن معامل تناسب يجب أن نجد نفس العدد في كل حال. إذن سنبدأ بدراسة الجدول الأول. إذن للتحقق هل هذا الجدول أو الجدول التالي يحقق لي وضعية تناسبية، سنقسم جميع الأعداد السطر الثاني على الأعداد التي تقابلها في السطر الأول، يعني 5 قسمة 2، 10 قسمة 4، و15 قسمة 14. إذا لاحظوا هنا عندما قمنا بالقسمة وجدنا نفس العدد 2.5، 2.5 و2.5، يعني عندما قسمنا جميع الأعداد السطر الثاني على الأعداد التي تقابلها في السطر الأول حصلنا على نفس العدد. إذا يمكن أن نقول أن هذا الجدول يحقق لوضعية تناسبية ومعامل التناسب هو 2.5، نفس العدد. بنفس الطريقة سنقوم بدراسة الجدول الثاني. إذن بنفس الطريقة سنقسم جميع أعداد السطر الثاني على الأعداد التي تقابلها في السطر الأول، يعني 3 قسمة 1، 5 قسمة 5، و9 قسمة 4. في الحالة الأولى وجدنا 3، الحالة الثانية 1، والحالة الثالثة 2.5. لم نجد نفس العدد، يعني لا يمكن أن نتكلم عن معامل التناسب. إذن عندما قسمنا جميع أعداد السطر الثاني على الأعداد التي تقابلها في السطر الأول لم نحصل على نفس العدد، إذن هذا الجدول لا يحقق وضعية تناسبية. أتمنى أن يكون الشرح واضح. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله.